قال وزير المالية الكويتي أنس الصالح إنه هبوط أسعار النفط إلى مستوى 60 دولارا للبرميل يعني أن الكويت ستسجل عجزا في موازنة العام المقبل، وأن الحكومة قد تلجأ للاقتراض من الاحتياطي العام أو السوق لتمويل مشروعات التنمية. وأكد الصالح في تصريحات للصحفيين على هامش افتتاح ملتقى الكويت للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الحكومة ماضية في تنفيذ مشاريع التنمية التي تعول الكويت عليها كثيرا من أجل تحديث بنيتها التحتية وتقديم خدمات لائقة للمواطنين. قال وزير المالية أنس الصالح أن الكويت تتطلع لأن يلعب قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة دورا رائدا ومنتجا ومدرا للدخل، مؤكدا السعي لتوظيف هذا القطاع باتجاه قوة العمل الوطنية في البلاد. وأضاف في كلمته الافتتاحية بملتقى الكويت للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن المشروعات تشغل الغالبية العظمى من قوى العمل في مختلف دول العالم. نتطلع إلى اليوم الذي يقوم به هذا القطاع بالدور الرائد كمنتج وكمولد للدخل وكموظف لقوة العمل الوطنية. فالمشروعات الصغيرة والمتوسطة تستخدم رؤوس الأموال الصغيرة، كما أنها وإن كانت توظف عددا محدودا من الأيدي العاملة في كل مشروع أو مؤسسة، إلا أنه بالنظر إلى أعدادها الكبيرة جدا نجد أن الغالبية العظمى من قوى العمل في دول العالم تعمل على في هذا القطاع. ولفت الوزير الصالح إلى أن أحد أهم التحديات المستقبلية التي تواجه دولة الكويت تتمثل في نمو أعداد الداخلين الجدد إلى سوق العمل عاما بعد عام. وفي هذا الصدد أوضح الوزير الصالح أن الصندوق الوطني لتنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يوفر تمويلا سخيا بحد أقصى 500,000 دينار للمشروع الواحد، متوقعا بدء عمل الصندوق في القريب العاجل. من جانبه أشار رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف الكويتية حمد المرزوق إلى أن الاقتصاد الكويتي ما زال لديه مقاومات حقيقية وفرصا للنمو. التحرك السريع مطلوب نحو إطلاق إصلاحات هيكلية وتغييرات مؤسسية واتخاذ ما يلزم نحو تنفيذ حزمة متكاملة من السياسات والإجراءات لترسيخ دور القطاع الخاص ولإحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني، حيث لم تتحقق هذه الزيادة إلى واقع ملموس على النحو المأمول رغم كونها هدفا استراتيجيا محوريا ضمن الأهداف الاستراتيجية التي تضمنها خطط التنمية، وذلك لوجود عدد من أوجه القصور وعدم توفير العديد من المتطلبات التشريعية والتمويلية الاقتصادية والإدارية. وذكر المرزوق أن من الاختلالات في الاقتصاد الوطني أيضا تركز الصادرات في النفط في هيكل التجارة الخارجية بما يفوق 90% من إجمالي الصادرات، والاعتماد بدرجة كبيرة على الاستيراد من الخارج لتلبية الاحتياجات المحلية.